كوندي أرتشيل وكريم بورسين يشغلان الجمهور والصحافة. Sana deli gibi aşığım Serkan Bulat. Duygularımız karşılıklı. Tamam canım. هيك انتهى المسلسل اللي حقق نجاح على مدى أكثر من سنة أنت أطرق بابي، وكان حديث الكل على السوشيال ميديا وبالصحافة في تركيا والعالم العربي. أنت بردان سارة بردان والأكيد أنه من أسباب نجاح المسلسل هي الثنائية المميزة اللي جمعت الأبطال هاندا أرتشيل وكريم بورسين اللي بعدهم شغلين الفانز. فمن أيام عاد الحديث عن تصدر هوندي لائحة أجمل 100 امرأة في العالم بحسب مجلة جلامور، ورجع تجدد التفاعل على الموضوع على السوشيال ميديا ليتبين أنها حصلت هاللقب مع نهاية عام 2020 بحسب اللائحة السنوية اللي بيصدرها موقع تي سي كاندلر، وذكرته مجلة جلامور بأحدى مقالاتها. ويبدو أنه شكل هوندي دايماً بيكون حديث الكل، فبعد ما انتشر عدد كبير من صورها قبل وبعد خسارة الوزن، عم نشوفها مؤخراً بالشعر القصير بعد ما كان الطويل تريد مارك لألها. فعم ينشر الفانز عدد من صورها بالشعر القصير والآراء انقسمت بالكومنتس. ويبدو أنه مسلسل أنت أطرق بابي تخطت شهرته تركيا والعالم العربي ووصلت إلى إيطاليا، وهل شيء واضح من الاستقبال الحافل اللي تلقاه كريم بورسين عند وصوله. وفينا نقول انه هالامر بيحطه تلقائيا بمقارنه مع جان يامان اللي كان يصير حوله تجمع جماهيري في البلاد الاوروبيه اللي بيزورها. وهاللغط صار مع احد الفانز اللي تصور مع كريم وعمل منشن لجان بالستوري. وعلى صعيد آخر، من الطبيعي قصة الحب اللي بتجمع هوندي وكريم تؤثر بالجمهور بعد ما كانت من الأنجح على الشاشات. شو يوزنك إفادة ديشتري مسا؟ هاني إفادة؟ شو موزيك فيلم سمعنا المصريم ديشتري مسا؟ كندما إنجل أولاميرا سيني صورنا بزاتها. ولها السبب تبع الجمهور الصور اللي شاركوها من الفيكيشن اللي مضوها سوا في أحد فنادق بودروم. ومن أيام قليلة نشر كريم صورة إلى جانب هوندي وكتب بما معناه أفضل وقت في اليوم. ومن موقع تصوير مجلة نوكتور نشرت هوندي صورة باقة ورود وصلت لها من المجلة وكتبت بما معناه أنا مولعة بكم. وعادت ونشرت صورتها مع باقة وصلت لها من كريم وكتبت وأنت بشكل مختلف.